هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج السرطان، راح احاول احكي فيها عن مشاعر الحبيب، نوايا والى ما ستطول علاقتكما. راح اتحدث كذلك عن العزيب، راح احاول اشوف هل راح يجلب لكم اشخاص جدد بحياتكم يا برج السرطان. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي تدعموني، وشكرا لكم. كذلك بدي نوه على أنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. حاولوا تشوفوا أي فيديوهات أكثر تناسبكم أو شفتوها تناسبكم بحياتكم. وكذلك في إمكانية أن تكون قراءة عكسية، كل ما أشركنا شخص آخر كل ما كانت احتمالية أن يكون القراءة عكسية. عم يطلع عندي بهذه القراءة يا برج السرطان كأنه تعرضت لصدمة، تعرضت لغدر من شخص كتير قريب لإلك، ممكن حتى فرد من العائلة يا برج السرطان. شخص كنت بتحسبه حبيب قريب، زوج، حبيب كنت بتحسه معه بالاستقرار، بس في صدمة تعرضت لإلها يا برج السرطان. عم حسك كتير متألم وكأنه بدك تنتقم أو بدك عدالة من الرب تنتقم لك من هذا الشخص. ممكن دمر لك عائلتك، دمر لك حياتك الأسرية، لأنه سرطان كشخص بحب العائلة وبيته وحياته الأسرية، ما بحب إنه حدا يلمس له يلمس عائلته. بشوف شخص يعني تعدى على حرمة هذا البيت. عم شوف كذلك حتى الحبيب حاليا يا برج السرطان، ممكن يعني مهتم أكثر بالعمل، بالشغل، بالموارد المالية، كأنه يبحث عن جني مال من وراء عمل. عم شوفه عم يكد، عم يشتغل بشدة بهذا الوقت، كل يعني اهتماماته منصبة نحو العمل. عم شوف كذلك أنت يا برج السرطان مشاعرك نحو هذا الشخص مشاعر جميلة، بتحس انه هذا الانسان يناسبك جدا، بتحس معه بامان، بتحس معه ب يعني حتى باستقرار عاطفي. ممكن هذا الانسان عم يجلب لك استقرار، ممكن هذا الانسان كذلك بتحسه شخص ناجح، يعني ناجح ماديا، تلاقي كذلك ناجح بالعمل، ناجح بحياته، بتحسه انه شخص يستحق ان اكون معه، شخص منه تافه وشخص منه كسول، يعني شخص يستحق ان اكمل معه حياته حياتي. ام سوري لانه تعبيني هذا اليوم ما ادري احكي. كذلك عم شوف الحبيب يعني مشاعره نحوك، يعني هذا الإنسان بحبك على فكرة، بالرغم من أنه بيبين لك أو اهتماماته منصب نحو الشغل، فأنا عم شوف هذا الإنسان بحبك كتير. عم شوف عنده ممكن صفة أنه يستطيع الموازنة بكل ما هو عملي وبكل ما هو يتعلق بالحب. هذا الإنسان عنده هذه القدرة، يعني يحب ويكون ناجح جدا بالعمل، لأنه أغلبية الناس اللي بيكونوا ناجحين بالعمل بتلاقيهم يهملون يعني طرف اللي هو إما الحب يا إما العمل. أوكي، كذلك عم شوف الأشياء اللي ما حبيتها في هذا الشخص أو كنت دائما تزعجك بهذا الشخص. ممكن عم شوف كأنه عصبيته، أنا عم شوف هذا الشخص عصبي، وأوقات هذا الشخص كأنه عم شوف شخصيته متقلبة بين العصبية وبين السرور والضحك يعني شخص فرفوش، بالرغم من أنه شخص مرح أوقات بيقلب لشخصية جادة وشخصية عصبية. أنت ممكن تتوتر لما يصير هيك.
كذلك إيجابياته أو الأشياء اللي بتحبها فيه. كذلك عم شوفك بتشوفه على أنه شخص بيحب الاستقرار، شخص مستقر حتى ماديا، ممكن بيشتغل بمنصب جيد يدير عليه أموال جيدة. كذلك عم شوف حتى هو أشياء اللي ما بحبها فيك، ممكن أنت بتزعل يعني بسرعة، ممكن دغري بتطنش، دغري بتعمل بلوك، دغري بتبتعد. كل ما جرحك رح تبتعد عنه وخلص وتسكر، ممكن تعمل له بلوك، ما تحكي معه أبدا. ما بحب هذه الشغلة، بحب لأنه إذا كان في مشكل تحلوه مع بعض، مو تتركه وتروح من غير تفسير ولا تبرير. أوكي، حتى الإيجابيات اللي بحبها فيك على أنه شخص بدك عائلة، بتقدر العائلة، بتقدر البيت، بتقدر اللمة، بهمك موضوع الأسرة والبيت، شخص تهتم ليكون عندك عائلة وأسرة وبيت، لأنه يعني ممكن أنت يا برج السرطان ما بتهتم كتير لموضوع العمل، يهمك جدا البيت والأسرة واللمة والدفء العائلي. نوايا هذا الشريك نحوك عم شوفه بده انه تحاولوا انه تلاقوا حل بيناتكم، مثلا ما تزعلوا كتير من بعض، كأنه يريد ايجاد التوازن بينكم. يعني مثلا اذا كنت بتزعل، اذا كنت بتتعب مثلا منه وبتخاصمه وبتبتعد، ما بده هذا الشيء، بده انه يعرف كيف يتعامل معك يا برج السرطان. بده يتوصل الى ان تكون العلاقة دائما فيها اخذ ورد، فيها كوميونيكيشن. إذا زعلت تحكي له اللي بقلبك، إذا زعل كذلك يحكي لك اللي بقلبه، يكون فيها إفصاح عن مكنونات قلبكم. كذلك يكون فيها حتى توازن، إذا ما كانت العلاقة متوازنة يكون فيها هذا التوازن. هذا ماذا ينوي يعني هذا الشخص أو هذا الشريك؟ صراحة بهذه القراءة لا أرى يعني ابتعاد أو فرقة بهذه القراءة. ممكن أنت حاليا أو نواياك نحو هذا الشريك للبعض، يعني في حالتين، في البعض منكم مبتعدين عن بعض بس بتحبوا بعض، يعني في فراق أو كأنه كنتوا بتذاكروا بعض، مو فراق يعني لمدة طويلة. عم تطلع عندي كارت كذلك في لسه ناس يعني لساتهم بهذه العلاقة حاليا، مو مفترقين. نوايك أنا عم شوفها كأنه بدك تصلح الأمور، إذا كانت في أمور عالقة، إذا كان في أشياء بدها حل أنت وياه، تحاولوا تصلحوها، تلاقوا حل بيناتكم. عم شوف هذه النية برج السرطان. كذلك عم شوف إلى ما ستؤول علاقتكما. عم شوف إنه العلاقة إذا ما كان حسيتوا فيها بهذه الأواخر في استقرار، عم شوفها تؤول إلى استقرار. عم شوف كذلك على إنه للناس المبتعدين واللي متفارقين بهذه القراءة ومن برج السرطان، يعني هذا الشهر عم شوف في عودة. إذا بدك عودة إيه أكيد في عودة فيها، يعني عم شوفه متلهف ليحكي معك، ليبعت لك مسج. كمان عم شوفه يعني متسرع ليفضفض اللي بقلبه لإلك، بده يستقر معك هذا الشريك. عم شوف كذلك للناس اللي العزاب، عم شوفهم معجبين بشريك، معجبين بشخص عم يراقبوه من بعيد. ممكن هذا الشريك بعيد عنهم، وهذا الشريك عم شوفه له صفات الجمال، له صفات الحسن، عم شوفه جميل شكلا وحتى أخلاقا. هذا الإنسان كتير معجب بهذا الشريك. ممكن أنت تترقب أو تتمنى أنه يبعث لك مسج، ممكن للبعض يكون بس إعجاب، وممكن للبعض علاقة من الماضي.
وأنت يعني تراقب هذا الإنسان هل يحكي معي أو لا. بدك تتمنى أنه تكون عائلة معه، بدك يعني تحلم أنه تكون، إذا كنت امرأة تجيبي بيبي من هذا الشخص. في كتير أحلام بهذه القراءة خاصة للعزاب، يعني رح شوف النصيحة. أنا بشوف هذه النصيحة كأنه إذا أنت جريء، وخاصة سرطان منه جريء أبدا، أنه تفصح، أنه تكون جريء وتفصح عن مكنونات قلبك إذا كان هذا الإنسان معجب فيه. لا تكون سعيد معه. إذا ما فصحت بقلبك يا برج السرطان، ممكن يكون في خسارة هذا الشخص، وانت ما بدك خسارة هذا الانسان. هذا كل شيء بيطلع عندي للعزاب. طاقات اللي عم تطلع عندي، عم شوف برج الجوزاء، برج الميزان، عم شوف كذلك برج العقرب، قوس، يعني وبرج السرطان. هذه الطاقات اللي عم تطلع عندي، بس كل الطاقات يعني في أبراج نارية، ترابية، هوائية، ومائية، يعني تقريبا كل الأبراج، تقريبا كل الطاقات. عم شوف انه هذه الورقة كأنه تدعوك او تقول انا صادق بماذا احس. ممكن هذه الورقة تعني ما تشعر به انت يا برج السرطان، انه صادق باحساسك نحو اتجاه الحبيب. وكذلك عم شوفها ممكن تكون عكسية، يعني الحبيب صادق جدا بمشاعره نحوك. عم شوف هذه الورقة بتطلع expect a miracle، لانه هذه دائما تطلع لما ستقبل دعوات كنت تدعو الله لإلها ورح تستجيب لإلك. وهيدي دعوة لإلك كذلك هذا الكارت، انه تلاقي الإله، انه تحكي معه، انه تصلي، انه تروح على، يعني دائما هذه الورقة تعني تروح على مكان او مسجد، او تروح تصلي، تحاول تجدد روحك مع الاله، تحكي له اللي بقلبك. وهيدي كمان ورائي انه الصلوات او الدعاء سيقبل لك. عم شوف هون هذه الورقه الكارير ترانزيشن، يعني انه في تغيير بالعمل رح يحصل لك انت يا برج السرطان. ممكن تغير عملك، ما تحس انه هذا العمل يناسبك، ممكن تغير كتير اشياء ما كانت تناسبك انت يا برج السرطان. عم شوف انه في بداية جديدة رح تبدأها انت، سواء كان بالعلاقة سواء كان بعمل. عم شوف في بداية جديدة رح تكتب لبرج السرطان. بتمنى انه يكون يعني خفيفة الظل على برج السرطان، واحكي له ولو نبدأ. أتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب.